السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة يعني كنت مستعجلة جدا ان انا انزله لكم، عمالة اجمع واظبط فيه علشان ينزل. فيديو النهاردة عن حاجة اساسية لازم تكون موجودة في شنطتك، وهي زي ما انتم شايفين في العنوان الشنطة السحرية اللي لازم تكون موجودة في شنطتك، لانها شنطة الطوارئ، شنطة سحرية للطوارئ، شنطة مهمة جدا. فخليني افتحها معاكم الشنطه واوريكم المكونات اللي فيها. هي شبه شنطه الميك اب اللي انت بتشتريها، بس هي ما فيهاش ميك اب تقريبا خالص، فيها اساسيات انت هتحتاجيها في الطوارئ. لو عايزين تعرفوا ايه اللي في الشنطه دي كملوا الفيديو للاخر. اول حاجه الشنطه دي مش شنطه، يعني انا مش شارياها، هي كانت جايه لي هديه مع البيبي ليس بتاعتي، فانا ما بستخدمهاش لاني ما باخدش البيبي ليس معايا في المكان او بتحرك بيها، فانا خدت الشنطه دي. هفتحها كده معاكم واوريكم على طول. طبعا شنطه الطوارئ، انا بتكلم الطوارئ ان انا يعني باخدها معايا وانا داخل الحمام، فكل الحاجات اللي هنا هنستخدمها تقريبا في الحمام، فبس عشان نبقى مركزين شنطه الطوارئ مهمه في ايه. والشنطة دي مهمة للبنات فمش مهمة خالص للولاد، فأتمنى يعني إن الحاجات اللي هنا دي كده تناسبكم. طبعا هيبقى لنا على آخرها، فهبدأ أوريكم أول حاجة. أول حاجة حطي صابونة، أكيد هتحتاجي لها. أنا حطيت صابونة من الحجم الكبير اللي هي لوكس، الحجم الكبير قوي ده. أنتوا ممكن تجيبوا فيه أحجام صغيرة جدا ومن ماركات تانية مختلفة، فأنت اختاري اللي أنت حباها واستخدميها، مش هتفرق خالص الحجم إيه أو الشكل او النوع هتستخدميها، لانك هتاكلي تبقى تغسلي ايدك هتعملي اي حاجه، ف هتحتاجي الصابونه دي. بعد كده مناديل، هتحتاجي المناديل. لو انتي مش حابه تستخدمي المناديل في تنشيف البشره وغسلتي وشك او حاجه، يبقى احسن اقتراح ان انتي تاخدي معاكي فوطه قطن، وانا بصراحه بفضل الفوطه القطن على البشره من المناديل. المناديل طبعا بتقعد تلزق او تعمل حاجات غريبه كده، فالاحسن فوطه قطن. بعد كده انا بسحب طبعا عشوائي. الفرشه دي فرشه ضوافر، هتحتاجيها لو انت بتربي ضوافرك او عاملاها قصيرين او حتى قصاهم جامد، هتحتاجيها بعد الاكل. هتحتاجي انك تنضفي ما بين الضوافر والحاجات دي، هتبقى مفيده قوي. وبعدين يعني نظافة، ومنها برضو الجلد الميت ده مش هيتكون على الضوافر لانك طول الوقت بتشيليه عن طريق الغسيل. طبعا واضح ان انا خلاص مستخدماها جامد. عندي واحدة تانية لسه هفتحها، بس دي حلوة جدا وهي ناشفة شوية بس حلوة قوي للضوافر. بعد كده السبراي ده كحول طبي، تقدروا تجيبوه من اي صيدلية، كحول طبي تقدروا تجيبوه من اي صيدليه. هتحتاجيه لما هتبقي عايزه تعقمي. طبعا الطوارئ يعني شنطه الطوارئ دي هتحتاجوها لو انتوا داخلين حمام عام او حتى مش حمام عام برضو، فانت هتحتاجي ده انك تعقمي بيه قاعده التواليت، ترشي بيه قاعده التواليت، وبعدين تمسحي بمنديل الكحول طبعا عشان ما ياذيكيش انت. هترشي قاعده التواليت بالسبراي الطبي او الكحول الطبي ده، هتعقمي بيها التواليت عشان تضمني نفسك ان ميبقاش فيه اي التهابات او اي ميكروبات او اي حاجه موجوده في التواليت. فانت هتعقمي بالسبراي ده، سعره 6 جنيه، فتقدروا تجيبوه وهيكفي معاكي مده طويله قوي، لان هو السبراي بتاعه عالي فهيغطي منطقه كبيره. بعد كده كلونيا، لو انت حابه الكلونيا دي اوكي، لو مش حابه ممكن تاخدي الحاجات اللي هي الترافل سايز دي. دي فام شيك من الشبراويشي، ده منتج مصري خالص، تقدروا تجيبوه. هو عباره عن زيت كده خفيف، ممكن تاخدي نقطتين على ايدك وتوزعيها، وممكن تجيبي جونسون بتاع الاطفال برده هيفرق معاكي، مع ان احنا ما بنحطش برفيوم واحنا مش عايزين حاجه تكون نفاذه، فممكن تختاري حاجه من الاثنين دول. بعد كده انا بسحب عشوائي يا جماعه والله. اوكي، فرشه سنان، لو انت مركبه تقويم زي هتحتاجي فرشه سنان تبقى معاكي علشان بعد كل اكله تغسلي سنانك. فالفرشه دي عجبتني قوي، لقيتها في كارفور،
هي بتتفتح كده، اكيد طبعا في منها انواع كتير، وبتبقى ثابته خلاص ما بتتحركش اهي، وبتتقفل تاني كده. وطبعا هيبقى معاكي معجون السنان، فلو انتوا بتحبوا الحاجات التافهه واللطيفه والجميله زي انا، ده باللبان بتاع الاطفال انا حبيته جدا، وده كلوز اب الحجم الصغير تقدروا تستخدموه برضو حلو جدا. فانتوا تستخدموا معجون السنان اللي انتوا حابينه وفرشة السنان اللي انتوا عايزينها، برضو في من دي سوفت وهارد وميديوم اللي انتوا عايزينه اختاروه واشتغلوا بيه. فدي برضو معاكم الطوارئ، تبقى حلوه قوي انت في الحمام تغسلي اسناني كده عشان مفيش حاجه تبقى ثابته كده ولا حاجه كده. وممكن تجيبوا غسول برضو يكون ترافل سايز صغير كده تستخدموه. بس يعني انا افضل فرشه السنان جميله لطيفه عندكم بالنعناع وعندكم باللبان، اي حاجه انتوا حابينها استخدموها هتبقى لطيفه معاكم. طبعا المحجبات دبابيس هتفرق معاكي جدا، لو انت عايزه تاخدي علبه كبيره كده فيها دبابيس ممكن تاخدي كام دبوس تحطيهم في منديل او حاجه وتخلطيهم وتشيليهم معاكي. للي مش محجبات وبرده محجبات توك عشان التوكة لو اتقطعت ولا حاجه، وبنس وكليبسات علشان تلمي شعرك لو فك. ونكمل مع بعض. طبعا الكاميرا مش عارفه ليه ما لقطتش صوت، فانا هكمل فويس اوفر. هنكمل مع بعض دلوقتي. كمان من الحاجات المهمه ان يكون معاكي بانادول عشان الصداع، بانادول اكسترا او بانادول اللي هو الازرق، انا بصراحه ما اعرفش الفرق ما بينهم. والستريبسلز لو احنا في الشتاء طبعا هيفيدك، ولو انتوا في الصيف بتتكلموا كتير هتحتاجوله، ولو بتحطي قطرة او تلبسي لينسز او نظارة القطرة كمان هتفرق معاكي جامد. والعلبة دي كمان مهمة جدا، العلبة دي علبة دواء، لو انتوا بتاخدوا ادوية فيتامينز او اي حاجة، يا رب يكون فيتامينز ما تبقاش ادوية، فيها من جوه علبتين كده، واحدة نهار واحدة ليل، هفتحها وريها لكم من جوه. العلبة عادي بلاستيك ما فيهاش اي حاجة، هتحطي فيها الدواء بتاعك اللي هو نهار او ليل او قبل او بعد على حسب انت بتاخدي ايه. وفيها من فوق علبة تانية كده او باب تاني في تجويف كده تقدري تحطي فيه الحباية، وقدامه الناحية التانية في سلاح، لما بتضغطي وتقفلي السلاح ده بيقسم الحباية نصين، فلو انت مثلا مكتوب لك نص حباية ومش عايزة تكسريها بايدك استخدمي العلبة دي. بعد كده فيباكس، انا عارفة ان هو غريبة بصراحة ان يبقى حد معاه فيباكس في شنطة طوارئ او حاجة من الحاجات دي، بس فيباكس هيفرق معاكو، وخصوصا لو انتوا استخدمتوا مثلا مناديل اللي هي الوايبس دي، لو بظرف مثلا مش لطيف ولا حاجة ونزلتي من غير ما تحطي مزيل عرق ممكن تلحقي نفسك بالفيباكس. استخدمي مناديل المعطرة بانك تنشفي المنطقة وتحطي فيبكس براحتك. وطبعا المناديل المعطرة تقدري تستخدميها زي ما بتستخدمي الكحول، لو انت عايزه تجيبيها ممكن تجيبيها ديتول تعطري بيها التواليت. واننا اتكلمنا عن التواليت، فعندنا كمان خطه بديله للكحول والمناديل ان احنا نمسح التواليت عشان ما نقرفش، وهي الاكياس البلاستيك اللي بتتحط على التواليت. خليني اوريها لكم اكياس بلاستيك من دي كده، شكلها مضغوطة كده مع بعضها، غطاء قاعدة تواليت. هي كيسة كبيرة بيبقى فيها حوالي 20 واحدة بحوالي 6 جنيه، حطي معاكي 2 3 4 على حسب استخدامك ودخولك للحمام في الاماكن العامة بره عاملة ازاي، سواء في الشغل او انتي رايحة مشوار ومحتاجة، فحطي على قد ما انتي عايزة. بعد كده لازم يكون معاكي طبعا موسترايزر او كريم مرطب. ممكن تجيبي الكريم مرطب اللي انت بتحبيه، حجم صغير كده، الحجم ده 50 ملي، من نيفيا سوفت، حلو قوي 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 قوي، هتلاقي نفسكم بتخلصوه بسرعه. بس نصيحه، العلبه لما تجيبوها ما تشيلوش الغطا ده، خلوه زي ما هو علشان يحمي الكريم ان هو ما يزحلقش، لو فرضا ان العلبه مش مظبوطه هينعم ايديكوا ويرطبها. يعني هتبقى يعني التلاتة دول اكتر حاجة هتحتاجوهم، الصابون عشان تنضفي ايدك والكريم علشان ترطبي بعد غسيل الايدين. اخر حاجة ممكن تكون باينة انها تافهة شوية بس هي مهمة، المراية.
ومشط صغير لو انتي مش محجبه هتحتاجي المشط ده عشان تسرحي شعرك، او لو انتي محجبه محتاجه تلمي بيه شعرك، والمرايه لو انتي دخلتي تواليت ما فيهوش مرايات هتحتاجي مرايه عشان تظبطي الطرحه او تظبطي شعرك، تظبطي هدومك برضو هتحتاجي المرايه بشكل او باخر. حتى لو انتي بتحطيش ميك اب محتاجه بس تظبطي الطرحه او حاجه، المرايه هتفرق معاكي. تمام. وبعد كده اللونة او مرطب الشفايف اللي انتوا حابينه، انا مختارة لابيلو، شكرت لكم قبل كده في لابيلو اللي بالبطيخ، طبعا بعيد ان انا مخلصاها. فاي مرطب انت حابه يبقى معاكي في الشنطة دي، لو انت تاخديش شنطة ميك اب فهو يبقى كويس قوي موجود في شنطة الطوارئ مع كريم الترطيب. وبعد كده كيسة فيها بونبوني او اي حاجة، لو انت من الناس اللي ضغطهم بيوطى مرة واحدة في الصيف هتحتاجي بونبوني او اي حاجة مسكرة تعوضي بيها التعب، فخلي معاكي بونبوني حتى لو انت محتاجيهوش، يبقى معاكي طوارئ فرضا انه اي حد تاني تعب تقدري تديهوله، اي نوع اي ماركة خليه معاكي. بعد كده كيس بلاستيك عادي جدا من اللي بنجيب فيه الحاجة من برا، هتحتاجيله جدا لما تستخدمي المناديل دي حطيها جواه، ما ترموش اي حاجة برا يا جماعة، اتعودوا كده ما ترموش في الزبالة في اي حتة، تستخدمي منديل حطيه جوه الكيس، ما ترميش الزبالة عند الناس، حطيها في كيس حتى لو غطى تواليت حطيه جوه الكيس ده، وبعدين لميه وربطي الكيس وانتي مروحه وارميه في اي باسكت زباله، ما ترميهوش في مكان في ناس كتير بتروح وتيجي عليه، وخصوصا لو انتي هتستخدمي الفوط الصحيه. طبعا مننا قلنا شنطه طوارئ يبقى اكيد فوط صحيه اهم حاجه جدا، علشان لا قدر الله لو حصل اي موقف مش لطيف وانتي في الشغل او انتي في الشارع يبقى معاكي فوط صحيه ضمان. اعتقد دي اخر حاجة، البانتي الورق ده تقدروا تجيبوه من اي صيدلية، انا بصراحة بتعب عشان الاقيه، بلاقيه في صيدلية واحدة بس هنا في طنطا، بس اعتقد ان هو موجود في كل الصيدليات. ده بانتي ورق بيجي على شكل مقاسات لارج اكس لارج سمول ميديوم، كل المقاسات زي ما شايفين كده مكتوب اكس لارج، هو عبارة عن ورق ومكتوب عليه ان هو مناسب جدا للعب الرياضة، يعني تقدري تلبسيه وانت بتتمرني، ناشف جدا وهيديكي احساس بالامان كده. طب ليه مهم في شنطة الطوارئ؟ اكيد كلنا بتحصل لنا ظروف طارئة جدا واحنا في الشارع بنحتاج ان احنا نغير هدومنا، فالبانتي ده هيكون الحل الامن بالنسبة لك هتستخدميه، وكمان هو امن في الاستخدام مع الفوط الصحية. فدي نصيحة، هاتي واحدة او اتنين حطيهم معاكي في شنطتك بس كده، اللي موجود معايا في العلبة ده اللي كان موجود في الشنطة. وطبعا من ضمن الحاجات اللي هتبقى مهمة انها تبقى موجودة في الشنطة بس ملهاش دعوة طبعا بالطوارئ، مصلية لو انتي هتبقي بره في الشارع ومحتاجة انك تصلي، المصلية هتبقى كويسة قوي بالنسبة لك. دلوقتي هرص معاكو مكونات العلبة سريعا كده عشان تشوفوا ازاي ممكن تشيلوا الحاجات دي كلها في علبة واحدة، والشنطة دي يا جماعة مش كبيرة قوي مش صغيرة قوي، هي تقريبا قد اي شنطة، لو انتي بتشيلي شنط كبيرة هتنفع، لو انتي بتشيلي شنط صغيرة شوفي الحاجات المهمة اللي في الشنطة وحطيها جواها. هسرع الفيديو دلوقتي عشان تتفرجوا على الحاجة وهي بتترص، وارجع لكم تاني في اخر الفيديو. وبس يا حبايبي، ده كل اللي كان موجود في الشنطه السحريه، شنطه الطوارئ اللي ناخدها معانا الحمام، احنا خلاص قفلنا الشنطه اهي وبقت جاهزه نقدر نحطها معانا في شنطتنا، وما ننساش فوطه قطن لو احنا هنستبدل المناديل والمصليه. طبعا والله كل حاجه انا حطاها جوه الشنطه دي بناء على مشاكل انا قابلتها وحاجات ومواقف انا حاولت احلها معاكم في الفيديو ده، وحبيت اشرحها لكم. طبعا دي كلها حاجات الطوارئ والمصليه ملهاش دعوه خالص، دي تبقى معاكي في شنطتك لو انت محتاجاها، لو انت مش محتاجه المصليه يبقى دي كل الحاجات اللي انت هتاخديها معاكي في الشنطه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، واكتبوا لي كومنتات تحت وانا هقراها كلها، واشوفكم ان شاء الله على خير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم. وفي نهايه الفيديو حبيت اجيب لكم مفاجاه،
موقع مدنيزة اللي بتعمل ملابس التركية عامل خصم 50% طول رمضان على ملابس العيد. الحقوا الخصم دلوقتي، ولو طلبته دلوقتي حالا ممكن تاخدوا خصم كمان 20% وكمان توصيل مجاني لأي مكان في العالم. بجد حاجاتهم حلوة جدا، انا مستنية المنتجات بتاعتهم توصلني علشان اعمل معاكم ريفيو عليها. لو نزلتوا تحت في الديسكريبشن بوكس هتلاقوا لينك بتاع الشراء بتاع الخصم 20% مع 50%. استمتعوا وباي باي.